اوكي يا شباب، السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه. اليوم بدنا نكمل محاضرتنا المره الماضيه. كنا نتكلم عن معادله البلين، شلون نوجد معادله البلين. اذا بقدر اذكركم على السريع، كانت اوجد معادله البلين ضروري يكون عندي نقطه موجوده بالبلين وعمودي على البلين، سميناه نورمال فيكتور. كل بساطه بتروح بتشكل الفيكتور اللي هو بي نوت او بي نوت بي، اللي هو عبارة عن X ناقص X نود، Y ناقص Y نود، و Z ناقص Z نود، معمول له dot وبنعمل له dot product مع مين؟ مع النورمال فيكتور، وبنساويه بالصفر بتطلع معادلة البلين. يعني بنقول احنا B 0 P، إذا بتتذكروا كويس، dot النورمال لازم يساوي لي زيرو، ومنها بطلع معادلة البلين. المسألة سهلة وبسيطة جدا. واخذنا أمثلة، أظن معظم الأفكار غطيناها تقريبا. فيما لو طلب مني مثلا معادلة البلين، في شيء بدنا نمضي فيه أكثر بالأشياء هاي. خليني بس I gonna share this one. مش الصورة هاي، خليني أبدلها شوي لو سمحتوا لي. طلع هذول عندي يا شباب مستويين. هذا طبعا سميته P1 من بلين واحد يعني، وهذا P2 اللي هو تحت من P بلين اثنين. هذول البلينز بيكونن متوازيات الصحيح. اذا بنشوف طبعا النورمال، هذا النورمال اللي على البي 1 يكون عمودي على البي 1، وهذا النورمال على البي 2 راح اسميه 2 بيكون عمودي على البلين الثاني. فاذا كان عندي تو بلينز متوازيات، شو بستنتج؟ بستنتج ان النورمال الاول موازي للنورمال للثاني، وهذا شيء طبيعي جدا طبعا، والعكس صحيح. يعني اذا كانوا التو نورمالز للاول والثاني متوازيين، بيكونوا البلينز مالهم متوازيين. اوكي شباب، فهي اول شيء بدي احاب الصحيح اذكره عن توازي البلينز. بيكون التو بلينز متوازيات اذا كانوا النورمالز لهم متوازيات. طبعا شباب في عندي فكره ثانيه بعد شوي برسمها على الوايت بورد الصحيح. خلينا الصورة الثانية بس نشوفها. الصورة هاي نطلع على التو بلينز هذول شباب، حطيتهم بالطريقة هاي. طبعا هذا البلين الأول اللي بنفس الشيء سميته P1، وهذا البلين الثاني P2. صح في هون شيء صح بدي أوضحه، لأنه بجوز في مشكلة هون بسيطة. اطلعوا، هذا الصحيح لازم يكون B2 الصحيح، هذا البلين الأول، بالتالي هذا اللي بده يكون عمودي عليه النورمال عمودي عليه، فهاي مش N2 الصحيح، N1 انتبهوا لها. وهاي من الرسمة البلين الثاني راح يكون هذا عمودي عليه، هذا راح نسميه N2 الصح، لأنه عمودي على مين؟ على البلين الثاني، وهذا عمودي على البلين الأول بده يكون N1. فبجوز أن مخربط بتسميتين فبدي تنتبهوا لها. على كل حال مش شاد اللي أنا بدي أوقف عنده كثير، بدي تشوفوا مثلا صورة تظل الاثنين البلينز يكونوا متقاطعات. بدي تنتبهوا أنه التقاطع شو بكون؟ عبارة عن خط مستقيم، لأنه بعد شوي راح ننسأل بعض الأسئلة.
فحاب انه تحطوا هالصوره باذهانكم. البلينز بكونوا متقاطعات اذا ما كانوش بارلل, او احيانا متطابقات. متطابقات طبعا لهم نفس المعادله يا شباب, او واحده مضروبه بالثاني بثابت لا اكثر ولا اقل. هذول بعض نشوف بعد شوي بنتكلم عليه عنهم بالامثله وبالتفصيل ان شاء الله. يعني المتطابقات بيكونوا البلينز متطابقات اذا كانوا مثلا نفس البلين الصحيح. صعب اني ارسمها شلون بدك تجيب نفس البلين, يعني نفسه بدك تحطه على حاله. خلينا نقول هذول بالحاله هاي بيكون لهم نفس المعادله بس مثلا مضروبه في ثابت. مثلا ممكن هيك, ممكن نستخدم لون ثاني مثلا. بحيث اني اظهر نوعا ما التطابق. انه بكون هو نفسه الصحيح بس واحد منهم معادلته بتكون مضروبة بثابت, ما بيفرقوش عن بعض. زي الخطوط احنا يا شباب عندنا هسه راح ارجع على الخطوط على الملف العادي. زي هذول مثلا بلينز متطابقات على بعض طبعا, وانه بكون نفس البلين فعليا بس معادلته بتختلف بالضرب بثابت. بعد شوي بنشوفهم بالأمثلة. هذا مثلا بلينز بكونوا ايدنتيكال, بنسميهم هذول ايدنتيكال. بلينز تمام اللي وريتكم اياهم قبل شوي, واحد من الصور بكونوا بارلل متوازيات. طبعا المتوازي اذا بدك تفكر متوازي شوي بدك تحاول, اذا بدك ترسمه بدك تحرفه عنه الصحيح. تحاول تجيبه هيك بطريقة معينة مثلا. If you're gonna use a different color مثلا بيكون أفضل. والأفضل مثلا إذا بدك ترسم الأشياء هذولا مشان تحس واحد منهم نازل عن الثاني, حاول لا الماوس هاي المشكلة. أوكي بدك تقطع واحد عن الثاني. انا هذاك رسمت لكم اياه صح مكان ثاني عشان تكون الصوره اوضح الصحيح. بيكون واحد نازل عن الثاني فيهم بيكونوا بارلل, واذا كانوا متقاطعين زي الصوره اللي وريت فيهم. بس بدي تذكروا انه النورمال بيكون عمودي على المتجه. اوكي يا شباب اسف, النورمال بيكون متجه عمودي على البلين. خلنا نرجع للجزء الرياضي. هذا جزء شوي بس كأفكار شلون ممكن نفكر فيهن. خلنا نرجع للشيء اللي احنا بدنا اياه. اوكي شباب, فانا عندي فعليا البلينز مثل ما قلت لكم اما بكونوا متوازيين متقاطعين او بكونوا متطابقين. يعني زي الخطوط بالمستوى الثاني. يعني اذا كان عندي اكس واي يا شباب, هاي اكس وهاي واي, إذا كان عندي خطين متوازيات بيكونوا هيك. متطابقات بيكون واحد منهم طابق على الثاني. يعني زي هيك نقربتهم, هم هذول المتوازيات بالشكل بس هم ممكن أن نطلع عليهم هيك. ومتقاطعات زي هذول بس طبعا كبلينز بالصورة اللي أنا وضحت لكم إياها قبل شوي. فبكل بساطة كتعاريف إحنا بنقول two planes are parallel إذا كان النورمال الأول مثل ما وضحت قبل شوي على الرسمة بيكون موازي للنورمال لا الثاني. وبكون في عندي يا شباب طبعا وبكونوا intersected بكونوا identical. هاي identical متطابقين, يعني إذا كان they have the same equation بس مرات ثابت بالثاني. يعني مرات خلينا أعطيكم مثال بسيط زي هاي معادلة بلين 2x 2y 2z يساوي 5. لو فكيت تاي مثلا راح تصير 2x, يعني بس بلعب لك عليها شوي, هو لا أكثر ولا أقل, ناقص 2 زائد 3y ناقص 6 زائد z زائد 3 يساوي 0. كل بساطة إذا أنت جمعت تدور مع بعض ناقص 6 وناقص 2 والثلاث راح يطلع عبارة عن ناقص 5 سالب, وديها لهناك بصير 5 بترجع نفس المعادلة. وأحيانا ممكن يعطيك إياها زي هيك مثلا. يعني مثلا ممكن يضرب لك المعادلة كلها بأربعة مثلا, راح أو باثنين آسف, راح تصير 4x زائد 4y
زائد 2 زد بتساوي ضربتها باثنين راح تصير هاي 10. يعني فعليا هذول مش معادلتين مختلفات، هذول نفس المعادله، لانه بيجي واحد منكم مثلا بيقول لي اقسم كل المعادله هاي على 2 كل ترجع المعادله هاي، فهي نفس المعادله بس تحايل عليها شوي بالضرب بثابت. هون المعادله مثلا تحايل عليها انه زي جمعهم تجميع، يعني قضيه يعني مش 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 كثير يعني خلينا نقول مميزه انه نعرف انه 2 فيكتورز ايدنتيكال ولا لا. الصحيح اذا بارلل بسيطه جدا، اني بشوف بس النورمال فيكتورز بيكونوا اورثوغونال، اسف بيكونوا بارلل ولا لا. نعرف انه بارلل بيكون ان التو فيكتورز بارلل اذا واحد منهم ثابت بالثاني. يعني بسرعه بطل طبعا النورمال، تذكروا ان المعاملات مين النورمال؟ لو اعطاك بلين وقال لك بدل النورمال تبعه راح تروح وين؟ معاملات المتغيرات. فان النورمال هذا مثلا لو قال اعطاني المعادله هاي وقال لي جيب النورمال، راح اقول له النورمال راح يساوي 2. عذروني اني استخدم هاي، بجوز طلاب الهندسه بيستخدموها اكثر، الرمز كفكتر طبعا بتحبوا تحطوه كزوج مرتب حطوه، راح يكون النورمال 2 2 1، او بلغتنا بجوز حطيناه 2 2 1. بلغه الاي والجي راح يكون عباره عن 2i زائد 2j زائد k، كله نفس المعنى بالاخير، مش راح تفرق انت شلون تكتب المتجه. فظلوا مذكرين برضو انه النورمال فيكتور بيكون معامل متغيرات، يعني فيما لو اعطاك مثلا معادله بلين وطلب منك النورمال مثلا، شو هو النورمال؟ مباشره بتلد على المتغيرات وتطلع على المتغيرات شو تاع قبليهن بيطلع عندك النورمال. تمام، فانا هذول مثلا على الاقل بعرف انهم بارلل، لانه 2 باكس 2 زي هاي، و2 3 بواي ناقص 2 او نو ذس از 2 ماست بي 2 must be 2 or 3 okay. زد زائد 3 2 ب2 ناقص 4 برا ترجع تأكدوني من هاي اللي هون اما انتبهت لهاش الصحيح، هاي must be 3 not this one okay يا شباب، هاي 3 بجوز مش واضحة كثير، او هاي 3 لازم تكون، فهن اسف معناته 3 هاي 3 هاي 3 على هالاساس طبعا زائد كي. في عندي هون طبعا يا شباب هذولا مثل ما قلت لكم زي بعض، فبالتالي بعرف انه برلل على الاقل لانه الاعداد زي بعض، اذا واحد منهم ثابت بالثاني بيكونوا برضو برلل، بس دير بالكم بتكون هنا مش زي بعض، يعني مش زي انك ضرب المعادله كلها. تمام، فبدي تنتبهوا لهالشيء. اوكي، حاسس اني مسجل عليكم شوي، خليني اريح. نيجي للفكرة هاي مثل ما قلت لكم، two planes are intersected. صحيح هاي بجوز مش واضحة كثير انه شلون اذا كان النورمال الاول intersected النورمال الثاني، هو بكل بساطة يعني ما بديش النورمالز parallel. اللي انا كاتبه هون طبعا بكونوا parallel if they are not identical or not، اسف بكونوا متقاطعات اذا كانوا not parallel or not identical، يعني بكونوا مش متطابقات ومش متوازيات. طبعا تعرف انهم متطابقات او متوازيات شباب، طبعا ما بعنينيش انهم الايدنتيكال اصلا متطابقات لانهم نفس البلين بس لازق على بعضه، بس معادلته بتختلف شوي عن معادل، يعني بعطيني معادلتين مختلفات بضرب بثابت عن بعض، يعني ضرب المعادله كلها بثابت بس لا اكثر ولا اقل. فانت ركز بالبارالل لا اكثر ولا اقل وانسى الايدنتيكال. تمام، فاذا ما كانوش بارالل بيكونوا انترسكتد البلينز طبيعيها، زي الصور اللي وريتكم اياها قبل شوي. فأنا بكل بساطة بكل بساطة إذا مش النورمالز متوازيات بيكونوا البلينز مالهم متقاطعات، بيكونوا انترسكتد. تمام، العبارة هاي صحيح مش حابة كثير حطيت عليها دائرة، بس بالأخير ممكن نفهم الأمور بالاتجاهها. خلينا نشوف مثلا مثال بسيط بكل بساطة. لو مثلا شلون بدي أعرف إنه بلينز متقاطعات ولا لا، أو إذا متقاطعات أحيانا بقدر أوجد معادلة لمين؟ للخط المستقيم تاع التقاطع. خلينا أرجع للصورة اللي هون الصحيح مشان أذكركم بهالشيء، أمل إني بعدني فاتح عليها الصورة. بدي تنتبهوا هون شباب، هاي حط لكم عليه intersection line، إذا two planes تقاطعن بيكون في خط تقاطع. هذا بعد شوي راح يسألني عن معادلته مثلا شلون أوجدها،
طيب مرات الواحد ممكن يطولهم تفكير بسيط، يعني يطلعوا مثلا النورمال لهذا المتجه، النورمال او اسف النورمال لهذا البلين، النورمال راح يكون عبارة عن معامل الاكس 2 معامل الواي 3 معامل الزد 1، النورمال لها المعادل الثاني هذا كمثال على متقاطعات بتساوي 2 ناقص 3 ناقص 1. طبعا يا شباب مستحيل مستحيل يكون هذا ثابت بهذا، يعني ما في رقم ضارب بهذا بيطلع هذا، لانه طلعوا هذا مثلا موجب هون ونفس هذا بس هذول صواروا سوالب. بركوا تجربوا جربوا، يعني حاولوا تشوف انه هل فعلا بضرب عدد سميه هون 2 اكس يساوي 2 راح تشوف انه الاكس يساوي 1، هون 3 واي مثلا يساوي ناقص 3 راح تشوف انه الواي يساوي ناقص 1، او سميه الفا مثلا، هون الالفا 1 هون الالفا ناقص 1، مستحيل تلقى عدد مشترك. اوكي يا شباب، هون برضو الالفا ناقص 1 فما في عدد مشترك، هذول ضاربين انت بسالب 1 تواصل هون وهذا ضرب ب 1، احنا بدنا عدد 1 تضربه بالفكتور هذا يطلع هذا، او العكس صحيح تضربه بالفكتور هذا يطلع هذا، هذا ما في، بالتالي هذول التو فكتور مش متوازيات، مش متوازيات معناته بتوقع هذول التو بلينز يكون مالهم متقاطعات. اوكي يا شباب، طيب خلينا نبدأ هذا إجراء بس أوريك إنه فعلًا هم نقدر نطلع معادلة الخط. خلينا أقول لكم شو اللي سويته. سويته هون يا شباب كل بساطة جمعت المعادلة هاي مع المعادلة هاي. فإذا جمعتين راح تعطيني هون 4 x عم بدي أحلهم تساوي 13 مجموع هذول. معناته الإكس قديش 13 على 4. بروح بعوض بواحد منهم الإكس قديش 13 على 4. إذا عوضت الإكس 13 على 4 هون معوض طبعا المعادلة الأولى 13 على 4 لما ضربها على 2 بتقعد ب 2 أسبر هتصير 13 على 2، بدي أجمع 3 Y وأجمع Z بتساوي 5، بجيب 13 عندي الخمس على 2 عندي 15 راح تصير قديش بعد توحيد المقامات تاي 10 ناقص 13 على 2 راح تصير ناقص 3 على 2، راح تصير 3 Y زائد Z يساوي قديش ناقص 3 على 2، وهي عبارة عن معادلة خط مستقيم. بجوز الصغر منتو شو اللي صاير هون، طب هاي بجوز بزد وباي، اللي صاير يا شباب انه مثل ما قلت لكم دائما تقاطع اي تو بلينز عبارة عن خط مستقيم، برجع اذكركم بالصورة هاي خط مستقيم، بدي تميزوا لي الاشياء هون الصحيح اللي راح يصير عندي كل بساطة. طيب اذا تقاطع عندي تو بلينز قلنا تقاطعهم خط مستقيم، ليش المعادلة هنا بجوز انتم ألفانين كثير معادلة الخط المستقيم العادي بيكون والله عندي X و Y، ليش طلعت هون بزد و Y؟ كل بساطة لأن هاي المعادلة يا شباب وين جاي؟ كل بساطة خلنا نطلع شوي على الأمور من زاوية ثانية. اللي صاير عندي يا شباب انه عندي هذا ال X اكسس وهذا الواي اكسس وهذا الزد اكسس، اذا بنقدر نحسنهن احسن خلينا نحسنهن. شو اللي صار عندي؟ انا عندي يا شباب كل بساطه هذا اللي هو اللي على الارض دائما الاكس واي بلين مستوى اكس واي. اوكي وهذا خلينا نستخدم لون ثاني الصحيح
مش مشكلة مش راح يطلع مرتب كثير بس مش مشكلة. وهذا راح يكون مين؟ هذا بكل بساطة راح يكون اللي هو يا شباب بين X وبين Y بين X وبين Z آسف راح يكون XZ بلين. وآخر واحد راح يكون عندنا اللي هو راح يكون عبارة عن البلين هذا اللي هو عبارة عن مين هذا؟ هذا عبارة عن جاي بين Y وبين Z Y Z بلين. هاي شغلات بجوز تستغربوا ليش أنا قاعد مضيع وقتي فيها بس صح لي قدام راح تلزمنا شوي. تمام. فاللي صاير عندي قبل شوي انه الخط هذا ليش طلع عندي باي وزد؟ لانه بكل بساطة الخط راح يكون هنا بمستوى واي وزد. هذا اللاين اللي كان طالع معانا كي يا شباب، يعني مش جايب اكس واي لانه ممكن اللاين يكون هون باكس واي بلين. تمام. بس اللاين هون طالع معي بالصفحة هاي اللي هي على الوجه تماما اللي هو الاكس اكس اسف واي وزد بلين. فبدأ انتبه للاشياء في خط التقاطع هون جاي لها سبب. مثلا المعادلة كانت عندي بدلالة بدلالة واي وزد. اوكي يا شباب اذكروا ان هذول برضو بينفع عنكم بحسب المادة اللي اخذناها بالبداية او المحاضرة مثلا شو اللي كان صاير معي بالبلينز اللي مرة قسمت لكم اياهن لما قلت لكم يكون في عندي 8 اثمان والاشياء. اوكي خلنا نرجع للملف بتاعي مشان نكمل ماديتنا. مثل ما قلت لك لها سبب المعادلة طلعت بواي وزد لانه هذا الخط المستقيم تاع التقاطع. لان شو ثبتت؟ ثبتت واحد من مين؟ من المتغيرات اللي هو الاكس او اوجدته فعليا. لما اثبته بطلع عندي ايش؟ بتطلع معادلة بدلالة واي وزد، معناته صار الخط المستقيم هذا بواي زد بلين. لا تستغربوهاش لها السبب هاي مثلا خط مستقيم. خلني نمضي فيهن. بكون in two planes are orthogonal، بكون المتعامدات إذا كان عندي النورمال الأول دوت النورمال الثاني بيساوي صفر. وهاي الملاحظة اللي قلت لكم if two planes are intersected، إذا تقاطعوا then their intersection is aligned، بكون تقاطعهن عبارة عن خط مستقيم. طبعا هاي صورة والصورة اللي وريتكم إياها قبل شوي. خلني يجي لو طلب مني شيء حل مش التفكير الهندسي اللي كنا نفكر فيه قبل شوي شو اللي بدي أساوي. بكل بساطة هم بيقول لي show that the planes، هاي معادلة الأول معادلة الثاني بيكونوا are intersected. بكل بساطة مثل ما قلت لك يا شباب إذا بدكم تشوفوا intersected بكل بساطة بتقدروا من البداية تقول النورمال للأول عبارة عن واحد معامل X، اثنين معامل Y، ثلاث معامل Z. هذا النورمال، وهذا النورمال إله راح يكون واحد ناقص اثنين وثلاث. كل بساطة مستحيل مثل ما قلت لكم ألقى عدد أضرب بهذا ويطلع هذا. يعني مثل ما قلت لكم مثلا إذا بدك عدد هتقول باللغة هاي بدي ألفا أو أس أو كذا. مثلا بدي أس بحيث أني أضربه بالفكتر الأول واحد اثنين ثلاث ويساوي واحد. هاي هيك ممكن تشوف تو فكترز إنهم برلل ولا لا ثلاث. هل في الأس هاي موجودة؟ خلينا نجرب. الاس هون راح تصير اس بواحد يعني اس. تقول الاس في واحد يساوي المفروض الواحد اللي هون، واثنين باس المفروض تساوي ناقص اثنين اللي هي هون، وثلاث باس المفروض تساوي واحد. طيب اسف لازم تساوي ثلاث. هاي تساوي هاي بعد ما نضرب اس. طيب اس يساوي واحد، هاي من المعادله هاي بيقول لك اس انه يساوي واحد. هل الكلام صحيح؟ طيب اذا الاس يساوي واحد خلينا نحط بالمعادله الثالثه اس واحد ثلاث بثلاث بيساوي ثلاث صح. بس اذا حطيته هون واحد باثنين اثنين هل تساوي ناقص اثنين؟ مستحيل. معناته هذول مستحيل يكونين تو بلينز بارلل ولا حتى ايدنتيكال طبعا، لانه البارلل حالي اعم من
الايدنتيكال اوكي. فخلص بتوقع انهم يكونوا ايش انترسكتد. طيب طبعا هو برضو ايش بده اوجد بجوز معادله الانترسكشن بلين لاين اسف والاشياء هاي. ممكن نشوفهم بطريقه اخرى انه بكل بساطه مثل ما قلت لكم تحاولوا تحلوا هذول المعادلتين اللي بثلاث مجاهيل. شو اللي بتساوي انت طبعا اذا كانوا اذا كانوا بارلل اذا كانوا بارلل لما تحلهم شو اللي راح يطلع عندك؟ راح يطلع عندك صفر يساوي صفر او راح يطلع عندك صفر يساوي عدد. شلون احنا يا شباب كنا زمان لما كان عندي خطين زمان بال 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 بالمدرسه العاديه يعني او بالاشياء البسيطه جدا عندي خطين. شلون كنت تعرف اذا كان معطيني معادله خطين مستقيمين هذا خط وهذا خط معطيني معادله للاول ومعادله للثاني شلون كنا نعرف انهم بارلل متوازيات؟ كل بساطه مثلا لو كتبت مثلا على هذا قلت معادلته مثلا y يساوي هذا بالتو دايمنشن طبعا بتكلم عن خطوط 2x زائد 10 مثلا هاي معادله الاول وهذا الثاني مثلا لو قلت معادله y يساوي ناقص 2x زائد مثلا 10 شلون كنت تعرف انهم متوازيين ولا لا؟ في طريقتين في طريقه بسرعه بسيطه بكل بساطه اني انا بروح بشوف معامل الاكس هون بعد ما يكون معامل الواي واحد ومعامل الاكس هون بعد ما يكون معامل الواي واحد وبشوف العدد هذا والعدد هذا هذول العددين اذا واحد منهم ثابت بالثاني بكونوا التو لاينز متوازيين. ليش؟ لانه هذا الميل بكل بساطه يكون هذا الميل هذا مثلا ناقص 2 عكسه بالاتجاه راح يكون هذا الميل لا اسف هذا لازم يكون مثلا زائد اسف فلازم يكون الميل والميل مالهن زي بعض يعني 2 2 تمام معامل الاكس يساوي معامل الاكس بكتشف انهم مثلا مالهم متوازيين او شو باجي بساوي بقول انه معادله الاول شكلها واي بجيب الاكس عند الواي راح تكون 2 اكس يساوي 10 كما قلت لكم يا شباب بطلع معاملات الاكس بعد ما يكون معامل الواحد معامل الواي واحد واذا كانوا معاملات الاكس زي بعض بكونوا الميلين زي بعض لانه احنا بنعرف انه هذا الميل لو تشتقوه او بالطريقه العاديه بالتالي راح يطلع عندي الميلين زي بعض بالتالي راح يكونوا الخطين متوازيات اوكي او مثل ما قلت لكم بتحطوهن عند المتغيرات عند بعض هاي بتساوي 10 طبعا هي المعادلتين واضحين زي بعض يعني وكانه التو لاينز او مش وكانه التو لاينز التو لاينز بكونوا ايدنتيكال اطلع لو حليت المعادلتين هذول بالحذف لو حلينا المعادلتين هذول بالحذف شو اللي راح يصير معي هاي شباب لو حذفناهن حذف شو بده يصير معي انا غلطان بشيء 2y 2y 2x 2x سالب 10 10 هذول ايدنتيكال اوكي لو طرحناهن من بعض يا شباب مشان نحلهن هسه y ناقص y شو راح تطلع صفر ناقص 2x ناقص ناقص 2x برضه راح تطلع صفر تساوي 10 ناقص 10 صفر فاذا حصلت صفر يساوي صفر مستنتج انه التو لاينز ار ايدنتيكال اوكي طيب لو غيرت شوي لو حطيت تا بدل 10 5 وهاي 5 راح تصير طرحت هون هون راح يصير الاصفار هون اذا طرحت راح يصير 5 هون راح يصير 0 يساوي 5 بالحاله هاي يا شباب بالحاله هاي ما في تقاطع راح اقول انه التو لاينز مالهن بارلل تمام لان لما احل المعادلتين مع بعضهن راح احصل انه عدد يساوي 0 بالاول حصلت 0 يساوي 0 اذا حصلت 0 تساوي 0 التو لاينز بكونن ايدنتيكال اذا حصلت 0 بيساوي 5
بيكون التو لاينز مالهن بيكون المتوازيات. طيب خلينا نغير المعادلة واحد منهن, خلينا احط هاي هون ثلاث وحليت. راح اقول واي بعد ما احطهم مع بعض ناقص 2 اكس يساوي 10, واي ناقص 3 اكس يساوي برضو 10. طيب حليت المعادلتين هذول بالحذف, بالحذف يعني اطرحهم من بعض خلينا نقول, لانه متغير واي زي واي, فواي ناقص واي صفر ناقص 2 اكس ناقص ناقص 3 اكس راح تصير عبارة عن اكس, وهاي تساوي 0 10 ناقص 10 0, فالاكس يساوي 0. وارجع عوض باي واحد من معادلات اكس 0 راح تطلع الواي يساوي 10, فراح يكون في تقاطع, والتقاطع راح يكون طبعا احنا بنعرف باللاينز اذا تقاطعوا تو لاينز بيكون تقاطعهم عبارة عن نقطة, فنقطة التقاطع راح تكون 0 و 10 تمام, لأن التو لاينز إذا بتقاطعوا بيكونوا هيك. فهي النقطة اللي طلعت معي نقطة التقاطع اللي هي 0 و 10. هذا بالنسبة لللاينز. بالنسبة للبلينز يا شباب نفس المنطق 100%, ما في عندي شيء جديد بكل بساطة. فلما يقول لي هون مثلا إنه شوف ليهم انترسكتد ولا مش انترسكتد, مثل ما قلت لكم ممكن أطلع بسرعة إني أجيب النورمال الأول والنورمال الثاني وأشوف إنه هذا ثابت بالثاني. إذا طلع واحد منهم ثابت ضرب الثاني بيكونوا بارلل أو ايدنتيكال تمام, ما بيكونوش انترسكتد. بس زي هون مثلا طلع ما بلقى عدد بضرب بواحد منهم بيطلع الثاني, هاي سميته أس أو سميه ألفا سميه زي ما بدك أنت سميه حر, ما بيطلع عندي واحد منهم ثابت بالثاني, فبالتالي هذول انترسكتد. في طريقة ثانية زي طريقة اللاين اللي قبل شوي تعلقت عليها, إنه ممكن تحاول تحل هذول مين المعادلتين بالحذف والتعويض, معادلة البلين الأول ومعادلة البلين الثاني. مثلا هون عندي الاكس اكس واي واي زي بعض, 3 زي 3 زي زي بعض, بغض النظر عن فرق الإشارة اللي هون طبعا بقدر اني اطرحهم من بعض او اجمعهم لبعض. خلينا نشوف مثلا لو طرحناهم من بعض شو ممكن يصير او جمعناهم لبعض, لانه هون مثلا هذول بشطب مع بعض, لو جمعناهم شو اللي راح يصير؟ اكس واكس راح تطلع 2 اكس, 2 واي وناقص 2 واي راح صفرين, 3 زد و3 زد 6 زد. اقسم أو طبعا لما نجمعها هاي راح تصير 4 1 3, بقسم على 2 مشان اخلص من المشترك بين هاي وهاي وهاي, ومش مطلوب منك طبعا بس يعني مش غلط. اذا قسمنا على 2 هاي 2 راح تصير 1, هاي 6 راح تصير 3, هاي 4 راح تصير 2. باجي بنقول الاكس على الطرف الثاني بصير اكس ناقص 2, اسف 2 ناقص اكس, وبقسم على 3 بصير الزد يساوي 2 ناقص اكس و3. طيب يا شباب معناته هذا ايش؟ معادلة خط مستقيم, معادلة خط مستقيم بس وين جاي؟ بزد واكس بلين. يعني بكل بساطة للأسف الرسمة راحت اللي قبل شوي كنت راسمها, بس آمل اني ارجع لها. ايوه بالضبط, يعني هون هذا الخط التقاطع راح يكون جاي وين؟ بالبلين هذا بين اكس وبين زد. ذكروا هذا زد هذا واي هذا اكس, لهالسبب هذا اكس واي بلين لانه جاي بين وين؟ بين زد واي, هذا جاي بين اكس واي, فبالتالي راح يكون عندي هنا اكس واي بلين, وهذا جاي بين اكس وزد, فبالتالي راح يكون اكس زد بلين. اوكي شباب, اوكي خلينا نرجع لملفي بعد اذنكم. فراح يطلع طبعا احنا البلين الخط هذا طبعا بالمستوى الثالث الصحيح يعني او اسف بالدايمنشن الثالث, فبالتالي طلع علي زد بتعتمد على اكس, اكس راح تكون حره راح تركها زي ما هي. الاحداث الثاني اللي هو واي ممكن نطلعه اذا عوضنا هاي, ممكن نطلع واي عباره عن ناقص نص, هذا ثبتناه. إذا مش واضحت لكم يا شباب هاي الواي ليش طلعت ناقص نص من هون, اطرحوا المعادلتين هذول من بعض شو راح حصل بطرحهم من بعض؟ اكس ناقص اكس صفر 4 ناقص ناقص اسف 2 ناقص ناقص 4 2 واي راح تصير 4 واي, 3 زد ناقص 3 زد صفر بتساوي,
واحد ناقص ثلاث راح تكون ناقص اثنين، بقسم على الأربعة راح تطلع الواي يساوي ناقص نص. فواي عبارة عن ناقص نص، اكس ظلت عندك حرة لأنه زد بتعتمد عليها، وشكل زد اثنين ناقص اكس على ثلاث. فهذا خط وين؟ بالمستوى الثالث. بس وين جاي؟ جاي بالإكس وزد بلين، لأن المتغيرات وين؟ بإكس وزد. واي طلعوا عليه ثابت، يعني هو جاي ببلين مستوى واي يساوي ناقص اثنين. بجوز صعب أني أرسم لكم إياها الصحيح، بس أو راح نضيع وقت للأسف. فهاي النقاط راح تكون على الانترسكشن لاين أو شكل الانترسكشن لاين مثلا. أعطيني إكس بعطيك شو واي وشو زد، أعطيني إياهم بطلع معادلة الـ الـ طبعا كونوا حذرين يا شباب، ما بنقدر نكتب معادلة اللاين بالطريقة إلا بالأزواج المرتب زي هيك. هذا نقدر نقول عنه لاين، بس وين؟ بالبلين بتاع اللي هو الإكس زد بلين، بمستوى واي يساوي ناقص مستوى واي يساوي ناقص نص. فبدأت تنتبه للأشياء هاي الصحيح. هذا اللاين اللي متكلم عنه لاين بالمستوى الثالث، لأنه تقاطع تو بلينز، تمام؟ فبنا نكون حذرين لهالشيء. أوكي، العملية بسيطة جدا طبعا يا شباب، ما فيش مشكلة. هسه برجع بجمع لكل الأشياء بآخر المحاضرة مع بعضها، بالذات للأفكار هاي. الفرع الثاني بيقول لي find the intersection angle between them. مثل ما قلت لكم بينهم هم بلينز متقاطعات، طبعا قلت لكم من هون بتشوفهم انهم متقاطعات، حتى الحل هذا بجوز ما لهوش داعي، بس بدي اياه بعد شوي بجوز لفرع ثاني. خلينا نشوف مع بعض. طيب شلون بدي اوجد زاويه التقاطع بيناتهم؟ خلينا اروح يا شباب على الصوره اللي كانت عندي قبل شوي واذكركم فيها. قلت لكم هذا بدي اياه اسميه النورمال الاول الثاني، وهذا النورمال الاول، هذا بلين وهذا بلين، في زاوية تقاطع اللي هي الزاوية هاي بيناتهم. أو إذا أسعفني أروح على الوايت بورد أوضح لكم إياها بطريقة أحسن بصير برضه. أنا عندي تو بلينز، خلينا ياخذ شيء بسيط الصحيح. وهذا خط التقاطع راح يكون. بين هالتو بلينز. كل بساطة هذا راح يكون عندي هذا راح يكون النورمال لمين يا شباب؟ هذا عمود على خلينا نسمي لكم اياهن، هذا بدي اسميه البي واحد، هذا راح يكون بي واحد، وهذا العمود اللي خلينا نقول ساند عليه أو واقف عليه راح أسميه بي اثنين، يعني بلين واحد بلين اثنين. بما إنه هذا عمودي على هذا، طبعا هذا بتكملوه لتحت كملوه ما فيش مشكلة كبلين، هذا راح يكون النورمال الأول وهذا راح يكون النورمال الثاني، تمام؟ فبكل بساطة يا شباب راح تكون هاي زاوية التقاطع. مثلا ظل لأن حطيتهم عموديات راح تكون زاوية التقاطع شو مالها 90 درجة، تمام يا شباب؟ طبعا هاي ثابتة من كل الاتجاهات، من هون من هون من هون هيك برضو، ومن جوا هيك برضو، هي 90 درجة. ما زاوية غالبا بتكون حادة إجمالا، حتى لو نفتحن شوي احنا ندور على الزاوية الحادة. اوكي يا شباب، فاللي راح يصير معي يا شباب هون فعليا، إذا برجع للملف، اللي راح يصير معي بكل بساطة أنا بجيب النورمال الأول والنورمال الثاني. النورمال سايهم جبتهم قبل شوي، واحد اثنين ثلاث، واحد ناقص اثنين ثلاث،
اللي هم هذول. شو بساوي؟ أنا بعرف إنه طولهم رح يطلع زي بعض لأنه بس فرق إشارة، رح يطلع جذر 14، وبعرف أوجد كوساين الزاوية بينهم. كوساين الزاوية بينهم بقول الدوت برودكت بين تو فيكتورز على طول كل واحد منهم. الدوت برودكت هاي هو 1 بواحد، 2 بناقص 2، 3 بثلاث، 3 بثلاث 9، وهون 2 بناقص 2 ناقص 4 رح يصفي 5، 1 بواحد 1 رح يصفوا 6. فهذا الدوت برودكت. باخذ له المطلق يا شباب لاني مثل ما قلت لكم مره بدي الزاويه الحاده، ما بديش الزاويه المنفرجه، فبالتالي انا ما بديش اصير افكر والله بالربع الاول ولا بالربع الثاني، خلاص صون الامور سهله، بدي اللي بالربع الاول على طولهم على جذر ال14 فهي 6. طبعا لما بما انه هذا جذر ال14 هذا جذر ال14 مضروبهم راح تطلع 14، جذر ال14 بجذر ال14 بختصر راح تطلع 3 على 7. بالتالي من حقي اكتب الثيتا بتساوي الكوساين انفرس للثلاث على 7، فهي عملية بسيطة جدا. الفرع الثالث اللي بدي اياه بدي اوجد the parametric equation of the intersection line. برجع بعلق هون يا شباب بالرسم اللي بعدني كنت كاتبها هون او راسمها هون، انه هذا الانترسكشن لاين الخط هذا، او مثلا اذا بدي اشوف اللي على الوايت بورد اللي رسمته قبل شوي اظن بعدها اللي هو الخط هذا، اوجد معادلته. بس برجع بذكر انه الخط هذا خط بالمستوى الثالث، فبالتالي انا بدي اتكلم عن معادله خط مستقيم زي ما تكلمنا المره الماضيه، يعني بتكلم عن بارامترايزد ايكويجن. بارامترايزد ايكويجن اللي بتعرف اللي بيصير فيها تي، يعني بدي نقطه على الخط وبدي دايركشنال له. طيب خلني ارجع للرسم شوي. نقطه على الخط طبعا يا شباب اطلعوا انا شو اللي ساويته هون. فعليا جبت كل الازواج المرتبه اللي ممكن تكون على الخط. شلون جبتهن؟ جبتهن بحل المعادلتين هذول مع بعض. بحل المعادلتين هذول بالحذف والتعويض مع بعض. طيب يا شباب بنحلهم بالحذف او التعويض مع بعض. هون ممكن تجيب الزد بتحطها هون وهون، اذا ما بتعرفش تطلع واي بتحط قيمة الزد اللي طلعت معنا هون وترجع تصير معادلة مجهولين بإكس وواي، بتقدر تطلع العلاقة بين الإكس والواي. أوكي؟ مثل ما قلت لكم هون طلعت بتربط الإكس والإكس والزد، ظل إنك تطلع واي. في طريقة ثانية ممكن نساويها وأسهل جدا الصحيح، لا توجد نقطة على التقاطع مثلا بعد ما تحل هاي وتوجد هاي، بتقدر تأخذ نقطة إكس مثلا صفر، تطلع واي قد زد قديش 2 على 3، حط x 0 وزد 2 على 3 يعني 2 راح تكون لما تضرب 3 راح تصير 2، وقلنا هنا 0 راح تكون 2، بجيبها لهون هاي ناقص 1 بقسم على 2 بتطلع واي قديش ناقص نص. اوكي شباب؟ اوكي شباب؟ بس تحل هذول الثنتين مع بعض اذا بتغلب هاي شلون تجيبها؟ كل بساطه ان شو اللي بتساوي؟ بتروح بتعوض x عدد هون بتطلع زد مع قديش، بتعوضهن الثنتين هون بتطلع واي قديش. طبعا بما انه هاي بتحقق المعادلتين لازم تضبط هون وهون طبيعيها. اوكي شباب؟ فالعمليه بسيطه. فهذا اللي سويته مثلا هون، مثلا ثبتت الاكس صفر وثبتت الزد 2 على 3 طلعت الواي قديش ناقص نص. حقق هذا ما في مشكله. هذا اللي قلت لك اياه to find a point on the line L we set x يساوي 0. فهي اوجدنا نقطه على خط التقاطع between the two planes. بتجيبها من وين؟ من المعادلة هون. هاي. اوكي؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية يا شباب أن تأوجد معادلة خط التقاطع بدي directional برضو. directional vector إذا بتتذكروا. directional vector بكل بساطة بدي أرجع للرسم. إذا بتطلعوا هون يا شباب. هذا نورمال لواحد منهم وهذا نورمال الثاني، هذول بتقاطعوا. بكل بساطة اللي راح يصير معي، شو اللي راح يصير معي؟ إذا بدي واحد ثالث بتقاطع عليهم أو دايركشنال بدي يكون إيش؟ تذكروا هذا الدايركشنال لازم يكون باتجاه الخط، صح؟ الدايركشنال فيكتور بده يكون باتجاه الخط. بما انه باتجاه الخط اطلعوا صار عمودي على هذا وعمودي على مين؟ على هذا. هو عمودي عليهم اثنين، معناته باخذ الدايركشن شو بيساوي؟ النورمال للاول ك
كروس النورمال الثاني. فهي شغلة برضو أفكار بدي تتذكروها وتفهموها بسيطة ما فيها شيء كثير يعني صحيح تقدر تحفظون حفظ. اوكي شباب، فبكل بساطة إذا رجعت لملفي هون راح يكون عندي الدايركشن، راح يكون النورمال الأول كروس النورمال الثاني. طبعا هاني أوجدتن هون النورمال الأول والنورمال الثاني، وطبعا استخدمتن هون برضو هيهن بحطهن 1 2 3 1 2 3 بوجد الكروس برودكت اللي بنعرفه طبعا اللي هو اي مضروب ب 2 3 6 وهون ناقص 6 ناقص 12 ناقص ناقص 6 اس بصير 12 اي. بعدين تجي اشارتها سالب بدنا ننتبه، بضرب هاي بشطب صفها وعامودها بضرب 1 ب 3 ناقص 1 ب 3 0. بعدين الكي موجب اشارتها بضرب ناقص 2 ناقص 2 راح يصير ناقص 4 كي. هذا اللي هو الدايركشنال. فبالتالي وطبعا النقطة قلت لكم شلون نوجدها، فبالتالي البرامترايز لاين اوف ذا لاين راح تكون عبارة عن البي صفر زائد تي في الدي. البي صفر هاي النقطة اللي انت اوجدتها وهذا اوجدناه طبعا هيو، راح يكون 12 معامل الاي صفر معامل كي ناقص 4 اسف صفر معامل جي ناقص 4 معامل كي مضروب بالتي. دخل الاشياء على بعضها راح تصير صفر ب 12 زائد 12 في تي، بعدين ناقص نص زائد صفر في تي راح تطلع ناقص نص، بعدين 2 على 3 زائد تي في ناقص 4 راح تطلع 2 على 3. هون محل مقامات لأكثر ولا أقل، ضرب الثلاث بالناقص 4 راح تطلع ناقص 12 على ناقص 12 تي على 3. لو طلب مني السكيلر بارامتريك بوجدهن، لو طلب مني غير السكيلر بارامتريك اللي سميناهن زمان سيمتريك إكويجنز برضو من السكيلر بارامتريك بقدر أطلعهن. كي شباب كله هذا بقدر أطلع. بالموضوع ضايل عندي جزئية صغيرة صار بخلصها بدقيقتين. ممكن ينطلب مننا أو ننسأل عن إيش اسمه the distance from a point من نقطة سميها x0 و0 z0 to a plane اللي هو معادلته ax زائد py زائد cz زائد d. شباب بدي تنتبهوا إنه هنا حطينا زائد d يعني الثابت اللي دائما كان هنا وين جبناه؟ جبناه مع حضول هون وهذا جبناه مع حضول هون، فبدي تنتبهوا لهالشيء ونكون منتبهين له مشان شكل المعادلة من البداية. تمام، بده يكون شكل المعادلة AX زائد BY زائد CZ زائد D. A B C هذولا مركبات النورمال. اوكي شباب، القانون بيقول لي انه distance between point and plane بتساوي المطلق. هاي شباب بدي تنتبهوا لها، باجي بعوض النقطة وين معادلة البلين بالصورة هاي. ديروا بالكم النقطة مش على البلين، لو على البلين بتساوي صفر تعويضها، بس هي مش على البلين. بنسى الصفر هات وبنسى الأشياء هاي وبعوضها هون. طلعوا AX صفر زائد BY صفر زائد CZ صفر زائد D على الجذر التربيع لمين؟ لطول النورمال هذا فعليا اللي هو A تربيع B تربيع C تربيع، يعني على طول النورمال. يعني مرات ممكن نكتبه زي هيك تعويض، أنا بحب أكتبه زي هيك تعويض النقطة في المعادلة على طول النورمال بتاعه. تمام، خلينا نشوف مثال. بيقول لي find the distance from the point 2 0 ناقص 2 and the plane هذا. ديروا بالك يا شباب مثل ما قلت لكم، بما انه 12 هناك ضروري تشوفوا لي معادله البلين 5x ناقص 2y زائد 5z ناقص 12. هيك بدي اشوفها، بعوض فيها النقطة هاي، يعني بدي أحط بدل X 2 هون بصير ضرب، وبدل Y بدي أحط صفر بصير ضرب، وبدل Z بدي أحط ناقص 2 وبدها تصير ضرب، وبدي أطرح قديش 12 فخمسة باثنين 10 هنا صفر، وهون قديش خمسة بناقص 2 برضو 10 بس واحد سالب واحد موجب بروح بضل ناقص 12. بس ديروا بالكم في مطلق لأنه بتكلم عن مسافة والمسافة موجبة على طول النورمال. طول النورمال يعني بربع هاي بربع هاي وبربع هاي واجمعهن عندك 25 و25 و4 54 على جذر 54. تمام يا شباب، طبعا مطلعين احنا هاي جذر 54 لانها عبارة عن 9 ب 6 اظن، ولا غلطانني 9 ب 6 بالضبط. فجذر 9 3 بيطلع برا بضل جذر 6، تختصر الثلاث مع ال 12 بتصفي 4 على جذر 6. فهي عملية بسيطة جدا وما فيها شيء. هيك بنكون إن شاء الله خلصنا معظم جزئيات اللي مرتبطة بالبلين.
راح أعطيكم مجال، بعرف إني تجاوزت في الوقت بس راح أعطيكم مجال إذا حدا عنده سؤال مشان نسأل. يا شباب السلام عليكم. بتقدر اللي بده يسأل بيقدر يسأل بعد دقيقتين اللي ممكن نأخذهن زيادة. بده يطلع بيقدر يطلع ما فيش مشكلة. تفضل محمود. دكتور دا أسألك بالله سمعت. تفضل. متى الامتحان إذا في امتحان؟ حطينا أميت أظن يوم الاثنين. تسعة شهر. الاثنين. تسعة شهر بكون صح؟ تسعة شهر. الله ما بعرف. الاثنين موجود أظن الإعلان على الإيليرنينج. مش امتحان. هذا الكويز هذا. بعرف. تكرار دكتور. هذا كويز مش امتحان. امتحان بعد الجامعة ما حددته. ذاك المتين ما أظن راح يحددون أوقات تمي والأشياء هاي. يعني. تمام دكتور تكرار. والله يا إبراهيم إنه أنا محتار بالموضوع. المشكلة إذا في انتخابات يوم الثلاثاء ما فيش محاضرات، وإذا بدي أعملها محاضرة فكرت بالموضوع من امبارح الصحيح، وإذا بدي أعملها محاضرة مراجعة أنا خايف أتأخر بالمادة، هيك راح أروح على أسبوع كامل. فتاة شوف إذا هذا بنزل لكم مادة على الأقل يوم الخميس مسجل فيديو على الأقل، ولو إنه أول محاضرة بصراحة مش حاب أعطيها فيديو، هذا اللي شوي لبكني. فمش عارف شو بدكم اياه انتم، اذا بدكم نراجع اذا في اشياء ما فيش مشكله، اذا بدكم غير وقت المحاضره بتشوفوا وقت ثاني. يعني اذا بدكم بعطيكم المحاضره بحاول ما اطولش، اعطي نصها هيك ونصها هيك وبنزيد عليها، بجور عليكم 10 دقائق زياده وبناخذ من 40 دقيقه مراجعه ما فيش مشكله. خلاص انا بحاول اعطيكم ان شاء الله نص ساعه في بعض المفاهيم بس بسيطه يعني كمقدمه لما أحس إني خسرت كثير الصحيح، وبعدين إذا بدكم نراجع إن لنا 40 دقيقة يعني نص ساعة ونص ساعة 50 دقيقة، وبأخذ لي ساعة وبأخذ 10 دقائق زيادة منكم بعينكم الله، وبنراجع بعض الأشياء. يعني إذا عندكم أسئلة كذا مش غلط، إذا حدا بده يسأل بده شيء مش غلط نناقشها مع بعض إن شاء الله. خلاص نعتمد ذلك، معناته بشرح الأفكار البسيطة اللي بدي إياها بنص ساعة أو بثلث ساعة، بعدين بنكمل إن شاء الله مراجعة ما في مشكلة. جنات فضل يا جنات.